السلام عليكم. مباراة مصر ضد موزمبيق المرتقبة اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد، وليستمر معكم البث بدون تقطيع. يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق اليوم على ملعب فيليكس إيفوي في مدينة أبيجان في كوت ديفوار في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، أرقام تاريخية لا تنسى للمنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها عن مستوى القاري والعالمي. وتقام جميع مباريات منتخب مصر دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيليكس في مدينة أبيجان، هو الملعب الذي يتسع ل 33,000 متفرج. ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام 1957 و59 و86 و98 و2006 و2008 و2010. كما يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 26 مشاركة، ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية برصيد 10 نهائيات أعوام 57 59 و62 و86 و98 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021. بنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المصري اليوم، بتمنى مشاهدة ممتعة لحضراتكم. نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد، وليستمر معكم البث بدون تقطيع.